أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح مادة الأسبوع السابع من كتاب التربية الإسلامية. قبل أن أبدأ، لابد من ذكر الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. أهداف الدرس: سنذكر محتويات الأسبوع السابع ونربطها بالأهداف التي يجب أن نحققها خلال هذه الوحدة وبالمفاهيم الرئيسة التي يجب نتعلمها. انظر عزيزي الطالب إلى الموضوعات التي طرحت أمامك هنا. موضوعات الأسبوع: آيات سورة الملك والحديث الشريف لا تغضب. أنت تعلم أن دروس التربية الإسلامية عبارة عن مخلوط بين مفاهيم مختلفة، منها العقيدة والسيرة النبوية والقيم والأخلاق التي يجب أن نكتسبها في هذا العمر. فآيات من سورة الملك تشمل العقيدة، ونقوم من خلالها بدراسة الموضوعات التي احتوت عليها سورة الملك مجزأة. فمثلا في الوحدة الأولى تعلمنا أجزاء محددة من سورة الملك، نحن الآن في الوحدة الثانية من مادة التربية الإسلامية، حيث سنتعلم موضوعات أخرى تحدث عنها سورة الملك. صفحة 42 سنقوم بقراءتها والاستماع إليها من موقع تنزيل، والتعرف إلى معاني المفردات والتراكيب الجديدة فيها، وهي موجودة أيضا في الصفحة وملونة باللون الأحمر. كما سندرس الموضوعات التي جاءت بالآيات الكريمة، فهي عبارة عن موضوعات مختلفة تناولت فيها مصير الكافرين وحالهم يوم القيامة ودور العقل، فقد ميز الله تعالى الإنسان عن سائر الخلق بالعقل، وثواب المؤمنين وعلم الله تعالى. إذا سنتعلم وسيكون لدينا دروس مستفادة عدة من هذه الآيات، وسنقيم فهمنا بعد ذلك من خلال حل أسئلة تختبر معلوماتي الموجودة صفحة 46، وعلينا أن نقوم تعليمنا من خلال الإجابة عن الأسئلة المحددة في نفس الصفحة. فمثلا سنقوم بحفظ جزء معين من الآيات، ستقول: هل استطعت أن تتلوها غيبا؟ هل استطعت أن تفهم معاني المفردات والتراكيب التي جاءت في الآيات؟ وهل استطعت أن توضح المعاني التي ذكرتها الآيات؟ وهل تستطيع أن تذكر الفرق بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين؟ أما إذا انتقلنا إلى الموضوع الآخر وهو الحديث النبوي لا تغضب، سنجد أننا انتقلنا إلى السيرة النبوية وقيم أخلاقية في نفس الوقت أو في آن واحد. فنلاحظ أن الأسلوب الذي جاء في هذا الحديث الشريف هو أسلوب نهي لا تغضب، فالغضب له عواقب وآثار وخيمة لا نحبها لا لأنفسنا ولا لغيرنا. سنقوم بقراءة الحديث النبوي الشريف والتعرف إلى معاني المفردات الواردة فيه وراوي الحديث أيضا، ثم سنقوم بمعرفة ما المقصود بالغضب وما الذي يجعلنا نغضب، أي ما هي أسباب الغضب وآثار الغضب أيضا، وكيف نواجه الغضب، ماذا نفعل إذا غضبنا. جميعنا يتعرض لهذا الموقف، فقد يغضبنا مثلا زميل أو صديق في مدرستنا لأنه تحدث معنا بطريقة لا تعجبنا، أو لأن الأمر الذي نريده لم يحصل مثلا. فكيف علينا أن نتصرف وكيف نواجه ما نشعر به عند هذا الشيء؟ لا تنسى عزيزي الطالب الرجوع إلى صفحات المنصة التعليمية، فقد نضع فيها الكثير من المصادر التعليمية والأنشطة التفاعلية والتقييمات الذاتية وركن القراءة الذي يساعدك في فهم المادة أكثر والإطلاع على معلومات جديدة أيضا عن الموضوعات التي قمت بطرحها. أتمنى أن تكون دراسة هذه الموضوعات مشوقة لكم، كما أتمنى أن تقوموا بجميع المهام الموكلة لكم. أراكم في دروس قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.